إذن هنا كاينة مجموعة دابا ديال الملفات مطلبية ديالكم، ديال الأرض، ديال الماء، ديال المصالح الاجتماعية والاقتصادية ديالكم، وتما راه كتبان لنا الجماعة زعما الجماعة ديالكم إلى آخره. غادي نعرفوا نشوفوا شحال من دوار عندكم في هذه المناطق في هذه الجماعة تقريبا. الدور 14 دوار، 14 دوار في هذه الجماعة. هي في الجماعة 14 دوار و 14 دائرة انتخابية. 14 اقول لي 14 دائرة انتخابية ديال 13 دائرة انتخابية. 13 دائرة انتخابية وفيها دوار، فيها دوار. اذا بالنسبة لهذا البراج فين جا بالضبط؟ شنو تحت سميتو تحت البلاد؟ نعم. و سميتو حنا ما غاديش نستافدوا من النيت. ايه. الناس ديال تمستوش اللي غادي تمشي الارض ديالهم ما غاديش يستافدوا من هذا البراج هذا. ايه. شتي ما غاديش يستافدوا، خصهم التعويض على هذا البراج وخصو الدراسه باش نعرفوا المنافع ديالو والاضرار ديالو اولا قبل ما نشرعوا في الخدمه ديال البراج. نعم. لانه الناس ديال تمستوش متضررين، خصنا البراج اللي فوق. كنا طلبنا البراجات ديال الفوق اللي غادي يجيو على تنفع منها المزرعه ديال تمستوش، ولكن للاسف ما دارولناش غير البراج اللي تحت سميتو البلاد. نعم. اذا كان نضيفوا في هذا وعندنا المشاكل في خصوص اراضي الجموع واراضي الجموع التحديد الاداري ديال الارض. السد، بغينا نتكلموا على السد. السد راه تضروا فيه الناس، خصهم التعويض ديال الاراضي ديالهم. نعم. تعويض مناسب ديال الاراضي. درتوا شي محاولات؟ درتوا شي؟ لا. دابا المشكل كبير، حتى هاد الناس اللي جاوا باش يخدموا في السد. نعم. حتى الناس ديال المنطقه اللي هو مشاو لهم الاراضي ديالهم ما بغاوش يخدموهم. نعم. كيجيبوهم من برا، كيجيبوهم من ما نعرف منين. ولاد المنطقه الرحاله كاملين، هي قبيله كبيره. نعم. هي قبيله كبيره ديال الرحال، هما مساكين تحرموا، هو الجفاف. وزيد عاوتاني انسان كيسافر باش يمشي يخدم لهم في الغرب. نعم. اذا بالنسبه للصوره الطبوغرافيه واش شفتوها؟ واش علقوا هذاك الشيء في الجامعه؟ شنو داير؟ لا ما كايناش في الجامعه، ما كايناش في عند السكان. ما حنا انني رئيس جمعيه رحال، ما توصلنا حتى بشي حاجه. اذا ما داروا احصاء؟ ما داروا؟ لا، مازال كل شيء خلاو الناس في الدار غفلون. الناس خلاوهم في الدار غفلون. اللي هضرتي معاه كيقول لك راه قال لي هذاك السيد دايرين الصخره ديالهم. كيقول راه قال لنا المهندس فلاني راه غادي كاين التعويض. ولكن المهندس هو راه غير حتى هو غير خدام على هذاك الشيء. الوزاره اللي عندكم راه واضحه، لان الوزاره اللي عندكم هي هذه الوزاره، هذه ديال وزاره المنتدبه لدى وزاره الطاقه والمعادن والماء والبيئه المكلفه. اذا عندكم انتم مشكل مع هذه الوزاره، هذه ماشي مع القائد، ماشي مع حتى سي القائد كيتصل بالسي وجابوا النائب، كاين حتى السيفه ديال النائب ديالنا ديال الارحال. ها هو السيد، السي خويا علي معنا. السي خويا علي هو النائب ديالو، بغاو يحيدوا ليه السيفه ديال النائب ديال الاراضي الجمعه. ايوا هادشي راه خطير، هادشي راه تزوير. انا كيبان لي ان السيد هذا اللي هو ومن بعد عاد ولاو رجعوا للصفه، هذا اللي كيوقع هنا قدام هذا السيد، هذا اللي هو السي علي حمو، خويا علي حمو. نعم. اذا كي توقعات غيت؟ ايه وقع. نعم. وقعوا لنا حتى التيره اذا صغران التيره. ايه ما كيعيطوش عليك في هذه المسائل. كيعيطوا له هذا الخدي، كيعيطوا الخدي، كينساو هذا اللي هو ماشي كينساو، كيغيبوه السيكتور ديالو، كيعيطوا اللي ماشي عنده الحق باش يوقف، كيغيبوه. نعم. هذاك الاخر كيتفق معاهم، كيدوروا مع هذا، واخا تغنيه لا يمكن باش يبيع الضمير ديالو.